ام بي بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. ناه كفته زميله راسه سبع وباقي صامل. لا مو راضي يسحب المعدوم، انسحب. تسلمون، تسلم يا الكايف، شكرا شكرا على النظاره. اتحداك يا عبير. منال تقول خل ياسر وخويه يجون. ايه سلامات، حنا ما نروح لحد، تبي تلعب معنا هي تجينا. اسكت يا بزر. خلوها تقبل. هي اي توب وري عنت، خليك ثقيل، اهدى اهدى اهدى، لا تصير خفيف. طيب هذه جت. هلا والله منال، نورتي ام البث والله. اهلين، شخباركم؟ ما بغيتوا تجون؟ اقول من بدري، تبي نلعب جوله تكبيس؟ وليش بس تكبيس ان شاء الله؟ لانه انت ما شاء الله حلوه، واكيد بيجيس دعم خرافي تنزل لصغابة السود، فهمتي الحين؟ لا والله ترى الداعمين عندي قليل. اقول بس عن شوفه الناس، ترى داعمينك كلهم متقاعدين ويرضون باي شيء. حلوه دي، وشلون جبتها؟ ما عليك العاده، ما تعرف ايه. خير ان شاء الله، وش تقصد؟ لا لا لا، ما ما ما, ما اقصد شيء. يمزح لا تشدينها. مالو المت؟ اقول بس لا يمزح معي، هو بلوفر الخايس اللي كنا كراسه مسوي ظريف انت وجهك المستطيل. خلصتي؟ أقول بس سد حلقك، شف حتى خويك قام يضحك عليك، تدري ليش؟ لأني كزلابة وهطف. أهدى يا بزرة ويام. أهدى أنت، روح أمك ياسر الهطف. انحشرت يا هطف، يلا يلا كومنتي الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. وش سويت يا بزر؟ ما هو؟ شفتوا يا المتابعين، شفتوا؟ مو برجال، لو انه رجال كان قاعد خليته ما يسوى ريال الهطف. شوفوا يا متابعيني، انا مو من عادتي اغلط على احد، بس اللي يدوس لي على طرف يتحمل اللي يجي. الله لا يوفقك يا الغبي السبهل، اعطيك على وجهك. انا ما دريت انه بيصير كذا. خلاص اذكر الله ولا قم الحين، وافتح بث وادخل مع قست ورد الصح صحيح سهل. مهبول انت، لا ما يمديها ياسر، ان دخلت الان العالم كله بتطقطق عليك، وبيقول لك هطف 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 هطف. اي ايش تبغى يسوي؟ يسيب الموضوع كذا؟ ايوه يسيبه كذا، يمشي كذا كذا. ايوه يمشي كذا كذا. ايوه على وين؟ على الهطف. على وين؟ على الهطف. على وين؟ على الهطف. الزبده، اليوم ما يدخل بكره تدخل، الناس تنسى، سوي نفسك مجنون، ادخل في البث هلا بمتابعين وكذا، ما كان صار شيء، فهمت الحين؟ اي فهمت خلاص. تفضل. الهطف نور نور محلنا يا زول، احلى فول واحلى تميز ليك يا زول، تفضل تفضل وكل احد يجيب طلبك الثاني. الحلال حط الطلب وانقل هناك. يعني هطف وتامر علينا؟ والله دي حاجه غريبه. يلا يلا كومنتي الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. والله لعبت فيه لعب، شوف 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 كل التعليقات كاتبين هطف. شوف وجهك يا محمد، يستاهل مسوي ظريف وتوهق مع ذا ملسونه. الله يسد نفسكم ويسد نفس كفته معكم. يا حبيبنا يا غالي، ها والله دي المشكله دي، يعني هطب وحرامي. والله دي حاجه غريبه دي والله. انحشرت يا هطف، يلا يلا كومنتي الكل يكتب ياسر الهطف يا هطف. عامر والله العظيم زبدت لخويك زبده. يوه والله رحمت اخويك ياسر، شلون نقمت من عندك قبل لا تدور عليك؟ خاصه تدور علي، اصلا ياسر كان بيرد عليها، بس الدلخ كفته فصل المودم وانقطع النت. يا سبحان الله، ما انقطع النت اليوم، قالت لخويك يا هطف وضحك الكومنتات، سلك لخويك يا ابو. اهجد علشان ما اخلي الصمولي وافطر عليك، تفهم ولا ما تفهم؟ ايه شاطر تهايط علي انا، اما خويكم جالس تحشرنا منال ما شفناك. اخس والله طلع لك صوت يا ورع، الظاهر يبي لك تاديبا. خلاص خلاص اهجدوا، قم سليمان روح غرفتك يلا.
أقول عامر اسمع، ترى الموضوع والله مرة كبير، شوف كل حسابات الأوامير قاعدين يتكلمون عنه، شوف شوف ناظر. وصاير سالفة خويك ياسر على كل لسان. هبلش. شوف ذي بعد. وانتبهوا يا بنات من الرجال، كل الشباب غدارين، يو 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 ما لهم أمان. وأقرب دليل صاحبة اللي كان جنبه قلب على الهطف يضحك عليه بعد ما حس إنه موقفه ضعيف. ليش شدت هذي؟ كل ذا عشان بث تيك توك؟ الحين جاء دورك، لازم توقف مع خويك وتلقى حل للمشكلة قبل لا يكبر الموضوع. طيب وش الحل؟ أنا أقول لك. لا 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 يا ابوي، الموضوع مزري وزاد عن حده، الحفلة كلها عليك يا ياسر، لازم تشوف لك حل. طيب وش تبيني أسوي؟ اطلع معاها بث واعتذر منها. يا عيال سكتوا ذا تكفون، سكتوا ولا أدفنه في الأرض الحين. ياسر اهدى اهدى اهدى، ايش فيك معصبي بالحلال؟ تدري عاد، تدري عاد إن مشكلتك سهلة وحلها بسيط جدا. شوف، سوي لك عمل خير كذا وصوره وثقة ونزله في التيك توك، أوكي؟ مثلاً مثلاً يعني أصبغ لك جدار مدرسة، طيب؟ وزع موية في المساجد، وأقول لك سدد فاتورة إنسانية، بس لازم تكون إيش؟ متأثر. صدقني راح يتغير اسم ياسر الهطف إلى ياسر الكفو. عز الله إنك جبته. سلام عليكم. عليكم السلام. إيه درج أنت ورا ما ترد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت ورا ما ترد على جوالك يا ابن الحلال مصمت، اشغلتني ذا الاشعارات، وش كنت بي؟ لقيت لك حل لياسر هطف. ما احتاج حلولك تركي، عطاني حل يحب قلبك، قال لي سو اي عمل انساني وثقه في التيك توك، كل اللي قالبين عليك يرجعون يحبونك ويعززون لك. سلامات يا ابوي، هذا اسمه نفاق، لانه عشان الناس مو علشان ربي. بعدين ما لقيت حل الا من تركي، تركي نصاب ومهايطي. اسمع الحل اللي عندي البطل، امشي معي. البوم الرابع هذا شلون فاز ذا؟ رجال حاطم بوتات ولا تسمى فاز هالهدر. الحين متأكد ان هذا هو اللي بيلقى لنا حل يا عامر؟ ايه متأكد. اهدا تكفى عامر، تتكلم مع انت، وضع موترني مرة وخاف اجيب العيد. خلاص انت لا تصير ورع، هد الحقيقة يا اخ جورجيو. جورجيو اسمي، جورجيو، لو كررت هالخطأ مرة ثانية اقفل الاجتماع هذا كله وامشي. الحقيقة يا اخ جورجيو كذا صح؟ ما كان لها داعي انك تنشر الهوشه اللي صارت في البث. الله يهديك، انت بخور سوق ما ترتاح لين انتشر كل شيء. ولا انا ما كان ودي انشر، بس منال هي اللي ضغطت علي، سوت مونتاج وقصت المقطع وارسلت لي وقالت انشر انشر، وانا ما قاوم النشر. الله لا يوفقها، حتى ذول مكلمتهم ذولا. ما يحتاج احد يكلمهم، اي شيء انا انشره على طول ينشرون بعدي على الريحه، ولا لا؟ الا طيب وش الحل الكائن اللطيف ذا؟ ترى ذبح التنمر. شوف في حل، بس بالاخير هو مجرد اقتراح، تبي تسويه ما تبي تسويه انت حر يا اخ هطف، قصدي يا اخ ياسر. انا لو منك اصور مقطع فيديو وارد عليها واحط حد للي صاير. طيب وش تبيني اقول؟ شوف لك اي عذر، قل انا ما انزل لمستواك، انا ما عندي وقت اضيع معك، انا متربي ولد ناس وما عندي وقت للمهاترات. مع انها والله ما تمشي، يعني اللي شافوه الناس واحدة حشرتك وانت انحشت من البث. والله ما انحشت يا ابن الحلال، واحد من العيال الله لا يوفقه ان شاء الله فصل المودم في نص البث. حلو، اطلع وقل الصدق، مو بيقولون الصدق من جاء، قل واحد من العيال فصل المودم وانا كنت بسوي وبفعل بس صار اللي صار. سوي المقطع وضبطه ومنتجه وارسله لي وابشر بالنشر. وذولا يا ابن الحلال، قلت لك ذولا لا توصي، اي شيء انشره هم وراي على طول، ولا لا؟ الا يا اخوان، انا اساسا كنت برد عليها واعلمها من هو ياسر ومن هي منال، بس من حسن حظها ان واحد من العيال الله يهديه فصل المودم بالغلط وانقطع البث، ولا مو من عوايدي انا اللي انحاش، اعرف ارد عليها. يا اخوان انا اساسا كنت، هلا جورجيو، هلا جورجيو، هذا الرد صورته وجاهز للنشر، انشر يا الذيب واكتب التيك توكر ياسر يرد على منال وحط علامات تعجب كثير.
وش منال ذي؟ هلا يبا. سلامات، وش فيك؟ لا ما فيني شيء. انا رجلي توجعني ما اقدر اسوق. ابيك تودينا عند ابو بدر، عازمنا. ابشر ابشر، بس ترى بحطك وبروح. لا خلصت دق علي ارجع اخذك. سواق انت؟ وش اللي تحط لي تمشي؟ ابيك تروح معي، ابيهم يعرفون من هو ولدي ياسر. دايما اخويا في الاستراحه. الموضوع مو بكذا الله يطول لي عمرك، بس اخي بس لا تجادلني الله يحفظك. تجهز ونروح الناس، ما نبي نتاخر عليهم. يا هلا يا هلا والله مرحبا، السعد المباركه. يلا نتحييهم جميع وكل باسمه. يستاهل كل واحد حاشي وطليين، بس الحلال ما بعده ضوء. يا هلا ابو ياسر. الله يحييك، شلونك؟ ترى هذا ولدي ياسر. ونعم والف نعم بياسر وابو ياسر والجميع. يا هلا والله مرحبا ياسر ابوي، وشلونك؟ عساك طيب. كيف الحال يا ولدي؟ بشرنا عنك، عساك ان شاء الله طيب. أفا سلامات، عسى مو بالولد مو بيسمع ولا طرم ولا شيء، ايش فيه؟ لا بس ما فيه الا العافيه ترى، بس يمكننا متوتر شوي. بس متوتر؟ يا شو 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 سلمك خليك، هذا مو بياسر اللي في التيك توك الا هو. خير يا عيالي، وش عندكم؟ وش السالفه؟ يابا هذا هو ياسر اللي في التيك توك اللي البنت قالت له يا هطف. يا هطف؟ وش هطفه؟ تعال يا هطف. وش عنده ذا هطف؟ وراه هجي بعد ترك. تعال يا رجال، وش السالفه؟ وش القصه؟ اقول يا عيالي تعالوا تعالوا علموني وش السالفه، تعالوا وروني المقطع، امشوا. شغله شغله ورني. اسمع اسمع ايش قالت. ياسر الهطف. اي والله هطف. وهذه كل السالفه يا يبا، فشلتني وسويت وجه عند العالم. العالم كله تقول ما غير حي الله ابو ياسر، ارحب يا ابو ياسر، التقهوى عندنا ابو ياسر، وانت في الاخير مع مبزره في التيك توك. اعتذر منك يا ابوي والله. مشينا مشينا مشينا، خلنا ناخذ اغراض البيت. مشينا. ياسر يا هطف، ولك حيل تطلع من الشارع بعد. ياسر يا عيال شوفوا، ياسر يا هطف، تعرف منان؟ يا عيال ما له داعي، ابوه معاه. يا عم ترى ولدك هطف. سود الله وجهك. يبا اي احد يتكلم لا تلتفت له ولا شيء، سو نفسك ما تسمع وامش. اسمع بعد كذا، لا عاد لا تاخذني ولا توديني ولا تجيبني، انا بدلي اروح واجي مع السواق. بس لحسن حظها ان واحد من العيال الله يهدي فصل المودم بالغلط وانقطع البث، ولا مو من عوايدي انا اللي انحاش. بالله هذا رد، هذا رد، وش اللي خوي فصل النت بوجهي؟ وش ذا التصريف الخايسة؟ قسم بالله انك تفشل وتنرحم، وعذرك السخيف اكبر اثبات انك زلابه وحطف. يلا خذ الحين، غلطان غلطان انك رديت عليها، ليش ترد عليها بالحلال؟ يلا تفضل شوف، خذ الردود. كلمة الهطف شعلت اكثر من اول. يا ابن الحلال وش اسوي؟ جورجو قال لي قل كذا. من جورجو؟ هذا خبير حق التواصل الاجتماعي، استشرناه وقال قل الصدق لأن الصدق من جات. يا أبوي الخبير ده نفسه قلب عليكم وعزز له على التغريدة، لا وحط كلمة هطف في هاشتاج. هيا ألقم. أنا عندي اقتراح. أنت ورا ما تعض لك علش حمل أكوفن كينا، كل اللي صار هذا بسبت كنت. أبوي كرهني، كره يمشي معي ومتفشل مني. تدري تعال معي برا شوي. إيش تبغى؟ قل معي برا شوي. استنى. عزتين وهالكفته خليه يستاهل الرمه. نعم ها وش تبي؟ الاستاذ ياسر. الاستاذ؟ اي نعم معك الاستاذ ياسر. الشيخ ابو سامي يبيك تزورنا في المخيم. بخصوص ايش؟ تعال عندي لك مفاجأة حلوة إن شاء الله. تعال. سمع على خير، بس ارسل لي الموقع. أبشر أبشر. فمن الله. أبطأ كلا يرقص
في الحقيقة يا ياسر اللي حصل لك أساءني كثير كثير مرة. يعني أنا صحيح إني ما أعرفك ولا بيني وبينك سابق معرفة، ولكن اللي حصل لك هذا ممكن أنه يحصل لأي واحد من الشباب. يعني ممكن أنه يتعرف على واحدة ويبلش بها وتكون متسلطة ولسانها مفلوت وتصير سالفة مثل سالفتك، ها؟ لكن أنا بصراحة يعني حبيت أواسيك وأطيب خاطرك، أي وجايب لك هدية زينة. تعال معي شوف. على ما تشوف عينك، هذه السيارة الهدية، وانت كفو وتستاهل كل خير. الله يطول لي عمرك يا شيخ ويخليك لنا يا رب. والله يا ابو سامي انك علمك طيب وانك راعي العطايا وعلومك كلها طيبة. وهذا مفتاح السيارة معي، والشيخ ما يعطي للمثلك شرواك. تستاهل سم. تستاهل. اي استاهل استاهل، وابيك تسد ذنيك عن كل اللي ينتقدونك. لكن تعرف وش احلى ما عجبني في هالسيارة؟ وشو؟ اللوحة. صور صور. صور صور. اسمع يا اخ جورجيو. طيب شكرا، كذا انتهى الاجتماع، تفضلوا برا. قصده جورجيو، جورجيو ما يفهم ذا الهطف. انا هطف؟ انا هطف؟ الله يا الدنيا، الحين صرت انا هطف يا ابو منال. يا عامر يا عامر تكفى، مشيها لي، ضغوطات نفسيه وكذا. خلاص اهدى اهدى، لا تقعد تتبكبك عند الحسابات، ترى تنفضح. ها اسمع يا جورجيو، الحل اللي اقترحته لنا ما نفع، بالعكس زاد الطين بله. ايوه هذا انت قلتها بلسانك، اقترحته، يعني انا ما جبرتك على شيء. بعدين انا وش دوري؟ دوري انشر، فلانه ماتت قطوتها انشر، فلان شرى فروه انشر، انا ادور محتوى ولا لا؟ الا هلا منال. هلا والله. لا ايه خلاص، لا لا اليوم الليل، اليوم ايه بعد 12. تمام تمام. هذه منال ما غيرها؟ إيه هذه منال ما غيرها اللي مسحت فيك البلاط، تقول إن عندها رد على ردك، تبيني اليوم أنشره بالليل. يا حبيبي أنت الحين لحست مخنا، أنت معنا ولا معها؟ يا أخوي لا معكم ولا معها، أنا مع نفسي، أنا إنسان على باب الله وأدور محتوى، أبي تفاعل، أبي رتويت، أبي كتويت، أبي نشر. أبلش. اسمع أنا بديت أرحمك وانت زلقت على واحدة لسانها هالطول وحقودة، بكرة ما تدري وش تسوي لك. أنا أقترح عليك تطلع معها في بث وبشكل حلو ما يكسرك، تتصالح معها وتلم الموضوع عشان تعيش، برضو هذا رزق لك. إذا تبيني أكلمها وأتوسط لك في الموضوع أنا حاضر. اسمع الحين أنت وش بسوي بذا؟ خله يستاهل حقه وما جاء. إيه بس وش ذا الملبسة؟ دورت صمغ في رام ما لقيت، لفيت بشبك سمك. ورا ما يتكلم ومصمغ فمه بعد. بعد جد جد. هلا والله ياسر. هلا هلا والله منال، حياك. شايل بخاطرك شي؟ زعلان مني؟ شايل بخاطرك ولا البالي متهاني ددير بدر بدر بد. كيف يا شي صوتك تكفى؟ اقول لا تزبد بس. ها عموما يا ياسر خلاص اللي فات مات، وحنا الحين سمن على عسل. لا لا والله من ناحيتي أنا ما في خاطري شيء، وخلي الناس يقولون اللي يقولون، أنا واثق من نفسي وأعرف من أنا. على فكرة يا ياسر ترى حبايبك كثير وكثير كلموني قالوا فك الولد من شرك فك الولد من شرك، فأنا رحمتك وشفقت عليك فبفكك من شرك. هاي هاي بنت الناس، أهدى أهدى، ركزي شوي، وش اللي فكي من شرك؟ أقول توكل أنت وياه، لا دور لك عاد أنت الثاني، دزي أمها أنت وياه. لا يا حبيبتي ما فيه، وعارف وش أسوي، ما حركتي أساسا فيني شعرة. وشو بتجحد بعد أنك مرسل واسطات يسكتوني عنك؟ عاد تدري أنا غلطان أنه أكون طيبة مع أشكالك، تدري ليش؟ لأنك زلابة وهطف. يلا دز أمها. وأنت سبك، دزي أم أمها ولا أراك شيء، لا أنت ولا داعمينك، أقسم بالله لا.
شرطة رجال الأمن. طبعا أنت عارف وش سويت. بصراحة ما أدري وش صار وقتها، فجأة لقيت نفسي أسب، ولا أنا بالأساس ولد ناس ومتربي. النظام ما ينظر لتربيتك ونشاتك، الكلام الخادش اللي قلته أمام آلاف المشاهدين في البث مثبت عليك ويعاقبك عليه القانون. ضغطتني نفسيا وخلت اللي يسوى واللي ما يسوى يذب علي ويستفزني، شي طبيعي أني بنفجر وافقد أعصابي. بس اللي قلته أنت مجرم في الشرع والقانون، وتعرف وش صنف القضاء الظاهر. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. هلا والله بالعطف.